ارحب اي خير والله نزل شنطتك ارحب وسها وجهك حمر شلون تعال ابني تعال شنو ما ترد ما ترد تعال دق عليك انت هاي البنشر دق عليك دق عليك وين عمك عمك وين تعال بي تعال تاير شنو؟ زين نزل شنطة ليش ما قاعد في سيارة؟ إلين نجي ما أنا شغل فيه نزل شنطة خلّى محمد خلّى 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 محمد نزل شنطتك نزلها نزلها أول سؤال أحمد وينه؟ أنا شنطة حاطها يا حيود إيش رمّاك؟ حيود كتب أنا بلازم أفتش ناقد يسويها يعني خليت موضوع السيارة فتش كتب شنو كتب ذي؟ شنو السيارة؟ شنو؟ رجال مبنجر يا محمد جامعة الكويت بعد كنت وين في جامعة الكويت؟ وين؟ حول حول شنو؟ عمك وينه؟ شو؟ ما ادري وين؟ أنا نجيب عمك طيب يا أبا الله يا أبا فراج وديت خليت خليت عمك ليه يا ولد خليه ماشي ماشي محمد أبو راشد يقول له أبو نمر لو يعرف قيمة أحمد المالية ما راح خلاه ماشي كم يقول أحمد دراهم تمشي أمانة 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 أبو راشد أبو راشد أنت تشوف أحمد شنو؟ تروح تخلي عمك ها؟ أذنيك لا حمرة لبنان الشمس هو الحين في اسبانيا من الوحيد مدرس اللي جايبنا الله يبيض وجهه الله يبيض وجهه هذول المدرسين القدوة اي والله يا مرحبا مليون الله يطول عمرك مدرس وقدوه بس سايق مبنشر 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 يقول والله مبنشر علمني هو دق عليه شلون تخلي مدرسك يوصلك؟ اكلم منكم مرحبا ومسهلا يا حي شنو وجهها حار وين انت معين مدرس او مدرس على وجهه امانه امانه من اللي جاب الساعه شوف انت اسال يوم القيامه انت فيك عادي شوف مدرس عربي اللي جاب لا لا هو جاي معي لا 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 والله ما جبته انت اللي جبته وليه ما طلعني والله ما جبته جاي ماشي وانا وياك جلدنا واحد وبرسنا واحد شلون جلدنا واحد طالع من بطن واحد حطيتك على يعني تبرى ولدك واجمرني حبيبي والله العظيم ولا مع مطار انا اللوكسز مطار تطمع ومدرس اللي جايبك ولا ومدرس جايبك ايه صوتك اخوان وراي ايه والله انت سوف تسأل عنها يوم القيامة لا سوف تسأل يوم القيامة والله العظيم عارجي وان جاي على لوكسز الظاهر مدرس عربي سوف تسأل عنها يوم القيامة درسك شنو؟ قوم شوف غدانا ما راح الغداء الغداء مزين وين؟ الغداء عندي والله؟ يلا مشينا يلا يلا انا بترد معها قوم ما تسأل عنها يوم القيامة قوم قوم أحرق. وين؟ وين السايق؟ تلفوني بالسيارة. يلا. عبد. بروح أنا. وين قاعد؟ بروح معنا بروح معنا أمشي. بروح يا. بروح معنا. عاجز؟ لا بروح. سوف تسأل عنها عاجز تموت. ضم ضم براشد هو ضم 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 هو ضم 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 قوية قوية باردة قلبك على قلبك وضرسك انقبها انقبها جلد مالك فوق حط قلبك على قلبك جلد مالك شغل انقبها انا راح اخذ شنطتك معنا شنطة عشان درسك هناك ترى محمد شاطر اي حاجة واجبات يلا يلا واجبات ادرسها هناك دوار 20 سوف تسأل يوم قيامتك يا ورق قطيت منها قطعني يا ويكي مسلم هل الطعامكم مرضى لا يبغي حجامة فدودة الدغضية وهي السمها بجيكم سيارتي بجيكم سيارتي ويش بجيكم سيارتي
سيارتك؟ ايه. ويوم جايب لهم دخلنا زعمة المدارس. ليه رافعين؟ زعمة المدارس؟ اخويا. قام يحذف. قام يحذف قام انا تحت الشارع. امسك كلينكسك. امسك كلينكسك. امسك. والله انا قايل له مو برحمة انا. زين عندك اكثر مني ذي قدر 50 سنة. لا لا. كل شيء صحي عندك جيد. افتح الدرجتك افتح الدرجتك افتح الدرجتك صفر عيوني ما تخاطي قاطع بضرب هنا بضرب فوق حقاني حليت طواعي من كامل. شنو هذا اللي وياك؟ شنو هذا اللي قطيته؟ ها سيارة سايقنا؟ شنو هذا الراجل؟ ها سيارة سايقنا؟ لا سيارتنا كامري. وين زين؟ اشتراني وينها؟ يقول اول لفة عند كنتاكي. مهول اركب امشي اصبر يا مهول اصبر الراج اركب اركب سايق وينه اركب تبخر من الشمس اركب اخويا انت من صدقك تروح صباح وتخلي السياره اركب زين اركب 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 انزل شوف التاير انزل زين ابيك تعال اركب انزل شوف التاير اركب خليك معاه زين اركب الراجل وتخلي اخوك من الشمس ما في شمس غيم اليوم ما شاء الله شوف ربي اركب زين اركب انت احتري اركب ابو اخوي هذا هو انا اعرف حركاتك تمشي ابو اخوي توني شايفه لا مسلم لا انزل لك اركب الراجل من صدقك تخلي السياره اركب يلا لو واحد جاء سرقها ومشى يلا زينه وتلفوني داخل اركب يلا قول لي يعني انت الحين كل هذا عشان تلفونك لا شوف التاير بعد انت زين اركب يلا على ما يجي اركب يلا وين عبد؟ هذا هو جاي توني شايفه وين؟ هذا هو اللي تونا توه مر خمس دقايق ما جاب امشي شو ليش خمس دقايق؟ عاد عشر دقايق يلا ها وين؟ ها ما صارت خمس ثواني شو فيك يا ولد؟ تكلم اعطيك بوكس تكلم انت ليش جايبنا هني والله العظيم انه فيك شيء والله لا وصافت كيري بعد احتري رجال يركب معنا منو منو والله في رجال يركب معنا ايش فيك شاير ما في ثقه معدومه الثقه ارقد ارقد انت تحب تقيل صح انا اكلمك عاد جوعان لا اكل اذنك. يلا يا ولد. انا متاخر اسف اسف. ما عليه ما عليه. يعني عنده سياره كم مشينا؟ ساعه قعدنا هنا. ايش قاعد يسوي؟ يلا. جوعان والله احمد ابو خالد اهم شمس فرج يا كثر حلتك وحوشتك هذا قبل مظلومين الحين ما نشربه يقول شراب المحلو الله يا حرمونا منه السلام عليكم مساكم الله بخير هلا هلا شنو الماء هذا كله شنو؟ هذا ماي حق احمد احمد هذا يشرب ماي يشرب ماي اشرب اشرب كيف الحال طال؟ وانا؟ ها ايه عطيتك هذا ماي والله؟ ايه شارب انا ولا هذا مشروب هذا هاك هاك هذا يلا كيف الحال شو فيك؟ قوم ابوي يلا صنع عقار عقار والله ما الومه جوع نوم شنو هذا اللي بيدك؟ تعال تعال ابن حلال يعني تختفي انت حبيبي اي بيجسم يقول بجسم ما له شغل بالتجسيم بس بجسم هذه يلا يلا بجايكم تعال تعال طلع الغدا بيت علي اخوه اركب اركب يعني انهم فلوس احنا الفلوس حبيبي ودنا مطعم اركب ودنا مطعم خلي يعطينا فلوس انا شلون انا اركب نروح لا اركب 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 الله يعينه الظاهر نشان يا اخي اركب بس اركب والله اني جيت انا اي والله الجنادريه ها تعال جنادريه ها روح روح احنا اللي مخنا انت ساسبه في غدا ولا نمشي انت ساسبه ترى عادي انا ولد جويع
في غدا ولا نمشي؟ ها؟ بنشي اليوم. يلا احمد روح. نطول السالفة. مثلك تحب السلام انت. سلم علي بهذا. عادي تك. سلم سلم علي احمد. من جديد؟ ايه. اسمع محاور. اي ما اريد الا المحاور. المهم هذا كله شد المهم من قطع ضمه. اقرب اقرب. من قرا. يا كثر الرخم يتشره وهو نايم. يدور الشره وهو نايم. محمد. ابو نمر غدا فديتك. ابو نمر طاد ها؟ ارحب بنمر محاورة ترى انت قم بنمر والله ما الومه شدنا ذنيك حمرة الحرام الحين بجنادرية قم امسك حاول ارقد تغدينا ترى لا والله ما تغدينا قم اي والله قم 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 هذا كنا واحد يتعذب عرفت انت نسيده صح انا حلوه ها عجبتك وني شنو كنت اضحك اختم الرجال ما ليش حمق خذها يا ولد خذها عطى 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 ولا انت اعطي عطى يا ولد قم خليني ارقد قم 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 سولف علي كنا انت يا بيقدر قم 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 خلصت فيها شو هالشيء لاجئين لاجئين شنو هذا يقول تروح يقول تروح معي بشتري لك حلاوه بشتري لك شيء مجان يقول ودي القهوه بشتري لك حلاوه اخو هيا انا اكلمك شنو عسى ما شر شو متقيل؟ متقيل محمد سوالف يسولف واجد وبعد يسأل حبي اكسر منو ابو راشد؟ ايه يعني مطول يحب السوالف يعني يطولها ما يبي الرياجل يمشون متقيل عند العرب يا ولد اشد ما راح يموتون من الظما خير شوف اللي ما يحطون عند روسه وحنا ما نحط مع عيدان نقوم ناكلها ونغص شوف شوف شدنا مجيدين هالمره احمد قوم قوم بنمشي بنمشي والله بنمشي نص ساعه نص ساعه قوم انا من جيت من المدرسه ما قيلت قوم فندق كل من جنب طاح قوم يا عمي ما رقت تو الحين قوم درس عربي قوم شو قوم 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 المجلس طب انا اصب القهوة هنا انت تضيف بس هو بس هو مصب القهوة انت تضيف انا ما تضيف صدق تاب انت غير اخو غير انت لما تجي دونيتها مو جيد بس ما عندي ريال زين انا بغير صب القهوة صب القهوة انا بغير صب القهوة زين عيال عمك كل ابوهم مير صب القهوة عيال عمك منو؟ مطرين ينامون الا انا زين ما هي مشكلة روح دور لي حتى ما هي مشكلة انا عاجز صب القهوة قوم قوم احمد يلا بنمشي بنمشي ما في صبي لا ما في صوبي ما في راتب 120 دينار يلا امسك اقسم لا وش هذا شنو هذا حق الدروس ايش له الدروس لا لا الكل
خلاص صب شاي يلا صب شاي صب شاي صب شاي صب شاي عندك حنا عشان صب لك صب 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 شيء من تركيا شيء من الأردن شيء من تايلاند شيء لا 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 ما أشرب شاي ما عمري شربته في حياتي أنا جايب له شيء من تايلاند بس يشتهر أبو خالد ايه الطيب والله انها الطيبه الطيب يجي من تايلاند من ومن الهند من اندونيسيا ها شكلهم تبغون تصورون مع من؟ الله عليك استغفر الله زين قلطوا تبي يصورون معك انت؟ تفضلوا تقهوا تبي يصورون معك؟ اسمعهم جايين عادي ايهم لان انه متواضع تعال احمد لان انه متواضع تعال هذا اللي جايبه من تايلاند استاهل ابو خالد طيب وجهك انا بيشه بس خلاص طيب الشغله طيب عرفني طيب الميت طيب طيب وضعك طيب وضعك مرحبا بس ابو خالد والله اليوم السعد تدري اني اذا شمتك انه ينفلج صدري ينفلج هذه حربة هذا طاعنك شنو ينبهج زين اعطوني الطيب وسولفه يلا الطيب طاح مبين مضروبه هي مضروب الطيب هذا صناعي مصبوغ هذا مصبوغ الطيب هذا ها هذا جاء الفزع هذا ما اقدر نقول شيء هذا نقول نسلم عليه لا تقلق والله ما تقول والله الطلاق ما تقول ليش تقول انا حلفك قعدت شويه الرحاب يلا وين طاب حظك والله مضبوط ايش سوي ادلو ايش لا اصبر لا تقول شيء يلا مش اليوم كله يقام انت كبر المساء جاك الكرك ابو خالد كرك حق ارفع زين شلون تصدق شنو الكرك هي قرفه يبي عرض الكرك عليك شاي ما ادري شنو الكرك بسم الله بيقرب بالدنيا هذا الكرك لا يا سلام يا سلام انتوا تشربون 24 ساعه هذه تعبكم اذا عاطف تشربون كرك هي عليك نص السالفه انتوا اللي اخترعتوا شيء اسمه كرك ما في كرك وانتوا ايش اخترعتوا ها احنا شوي بس احنا اخترعنا النواميس والامجاد صنعنا التاريخ يبغونني ذول وينهم جاوك ما ادري أول شيء لازم ترغي نفسك مو ترغي ترقي ترغي نفسك ترغي ترغي مثل بعير يرغي ترقي نفسك مو ترغي أنت أنا حالي مستغرب يلا أوكي تعال خلنا نقوم الإمام تجي مكانه أنت تسوي لنا حد هذي يلا حد ذا على أساس كان جالس مع الصحابة رجعت عجوز واحد من جماعة الرسول هذا شو فيها هو على بالي شاي ترى على بالي شايب من المرة جت واحدة لا لا محافظ محافظ السالفة خلاص مرة عارف أنا بس أصبر عادي جيبها بلهجتك بلهجتك عادي مو إلا إيه ولدها يبغى يحارب مع الجيش حلو أي الرسول قال أنت ما عندك إلا ولا قالت تضرب أشوف راح مع جماعة أحمد تعال اسمع تم الرسول يروح مع الجيش 6 شهور حلو جاء عقب 6 شهور جاء الجيش ما في تلفونات حلو وإذا العجوز واقفة تبغى تشوف ولدها حي ولا مو حي والرسول يتفكر العجوز عليه الصلاة والسلام
ساعة شافت ولدها وتضمه تحطه في حضنها. حلو. قال هل تظنون هذه المرأة ترمي ولدها في النار؟ قال لا والله يا رسول الله. قال والله لأن الله أرحم على عباده من هذه الأم على ولده. سبحانك الله يجزاك خير. الله الله. فالاستغفار مو كل واحد يرسل الله قام كان جام حله من مصيبة. الله يجزاك. الله يجزاك. يستغفر ويهلل ويرغي نفسه. سمعتم؟ أرغ نفسك. شكرا ابو راشد الله يجزاك خير والله تفضل يلا يا ابوي لها قرض يا هذا ابو راشد حبيبي احمد احمد ابوي قم 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 وينه وينه صناعيه ايش عندنا يعني وين بتكون انت وين بتكون يا صناعيه يا جمعيه ها هذا طير كذا اي طير هذا وينه نزل نزل كم تلفون يلا حول حول بنطفي السيارة سويت فيه قول سويت فيه انزل يا ابن حلاي كم تلفون هذا غرابة حول شنو سويت فيه حول انت بحفرة تحتك يا ولد حول تحتك حفرة اخلص خلنا نطفي السيارة بنام بنام بطفي السيارة طفى بنام شوي شوي بسم الله عليه شو تسوي انت تفحص لا يكون مختفي منه شيء هذا تعال احمد في شيء نايم الولد يا ولد والله اركب اركب قدمنا في جايبنا الصناعيه والله اركب اركب ذكرتني بايام هذا شنو هاي وين هذه اماكنكم شنو يعني الصناعيه لا يبا وين خلاص كبرنا الحين هذه اماكنكم انتم احمد اعلانات وين احمد احمد قوم 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 يا منظرك قديم وين رايح؟ لما تروح هذيك؟ ها؟ ها؟ شو شنو هذيك؟ منو هذا؟ يلا اخلص ها؟ منو؟ يا جيد يا جيد قاعد يعجنها بسبن ها؟ مية مية يعجنها بسبن خلّي يعجن يا ربي حبيبي يا جيد سهلة هذه تشترون بنص دينار أسويها لكم أنا قربة تكسر السوق ما راضي ما أعطيك سبن تشرب اللي عجن فيه تروح غازاتها ليمون بعد بس مايونيز شوف شلون نظيف يا حطها معك لينكس شوف ها هذه يردها لك اذا تبيها لا ما ابي البطاط يرد لك البطاط امين حبات البطاط اللي طاحت مرات يجمعها يقول اردها لك في البيتزا ولا لا المفروض ينتشر في اليوتيوب قبل شوي غلطة قبل شوي شريحة هو العينة قال يعطيك المكان حقه صح ولا لا؟ صح العزيزية شعبيتي لازم شريحة انزين بس شوف يدينك الله يبارك فيك شوف ايش اسمه لحيك انا عندي لا لحيك لحي كلك اكار يا ولد فوق فوق لا 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 خلاص أيوة. خلاص اكل بس اكل الله يعني يا اخي ايش بك انت على الولد ليش ما تبيها؟ لا 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 شنو؟ حستها حوس ومرست مندوبه وجبتها عطتني عطني اكلها تدري شلون؟ شنو؟ هاي شو اسمها بالانجليزي هذه؟ شو اسمها فلاح؟ ها؟ شو اسمها؟ شو اسمها؟ انا قايل لك قبل شوي ستريبري 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 لا لا هذا بلاك بيري بلاك بيري بلاك ولا بلو والله ما ادري لا بلو بلو عطني 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 بلو بيري عطني يأكلني هو اللي يفتح فمه مو جوا بلو بيري بلاك بيري هو يبي بس نوتيلا وهذا أحمد لا هذا مروب مراعي مروب شو طاسك حليب شركة محترمة أنا يا ولد هاك هاك خذ حقي كاملة ولا تسوي كذي جيب له واحد ثاني
عافي عافي ان شاء الله. تنشط قيل كان عطى حلا من اول عطى حلا ما كان يا زلمه شنو تعزم شنو علي ذاك الكانس يا لهوي ابليسك من جدك انت يا هذا والله مكانه جديه والله صناعيه جديه. تعال 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 شو يسمونك كلينكس هذا شو اسمه ذاك منديل منديل مو منديل شو اسمه كلينكس ماي لا مو كلينكس ماي يلا زين فمك فمك لحيك راح نظفه بنظف انت قلت لي تعال جايب سكر تبي او لا حس حط اليوم لا تكفى لا يطلع على الحقيقه ما توقعت كذي انا يا احمد لا مو كذي يعني انت لا يكون شعرك في المدرسه مو قلت لك ما يشغلون لمبات دولية امانه مو قلت لك بدوني يضيعون ضايعين دولية صح كان مشتغل اسفني انا اخو هاي بيقولون ها هو بيشيشني اذلف انت دوانيتك يلا اذلف اذا بيشيشني على اخواني اذلف اخوك ما يشغلها لوقت الاعلانات بلا ها وقت التصوير ها شوف شوف هو كيف تعال شغل لمبات عاد تعال شغلها زين شغل لمبات دوانية صح ما حد يجي الوقت هذا تعال ما شوف شوف ما يستقبل بيوك الوقت هذا خربها قبل شوي سنابي الحين ساعة كم؟ تسعة ونص ها بندش عشر صح؟ ايه يعني خلاص طابية طابية من اول ما مشيت تعال احمد وين تلفونك؟ غرفة الهندي هذا افتح سيارة شغل السيارة يقول هي من الظهر تلفونه بالسيارة ايه على بالي بيمشي انا شغل السيارة انت سبب يطلع برا بيتنا؟ ايه لا لا ما يطلع جيد ما يدفع اجار ما مستحيل لا يبا هذا ما يجي هذا يروح اي بيت يستقبلونه يطلع هنا يقول تعال انت شنو؟ طبحنا عادي يسكن بيت باجار باعلانات تلقى راعي البيت عنده مشروع تعال اعلمني واسكن سمعت اصبر اصبر تحت التايل شنو؟ تلفوني وين تلفون نايم؟ سيف خذا ما باعه ما باعه ابوه الاخواني خلي شيء بالسياره يوم ثاني ما تلقاه اخذ تلفونه ها احمد تعال ابيك تعال شو مسوي كذاب يقول اخواني وين تلفون انت تشهر باخوانك ها تلفون من شيل نايم؟ سيف خلاص ها انت سيف اخذها ولا وشنطه اخذها سيف فلينا مو فلينا انا هاي ما عنده بنايه انتم لعبتوا بالولد والولد فاتح معطيكم كل شيء سلم نفسه مو علشان اخوان خلاص دق على السيف شوفوا انت لونه دق على السيف جيبوا ولا جيبوا بكره درجن بنايل وسلام اسي سووا معاهم يسرقون ويمشون قصر صوتك قصر صوتك هو كلام شو اسمه قل ما شاء الله قل ما شاء الله قل ما شاء الله قل ما شاء الله ما شاء الله شنو ما ادري عنك اه مو كدره ابن حلال لا علي عشان اخواني ما شاء الله سعيد وين تلفوني خربانه سماعه الو سماعه ويا بلا سماعه سكره شنو الو شنو حاطط هذا شبك على سيارتك شنو خرب تلفوني خرب الو دقيقة خلاص روح داخل روح داخل الو تلفوني وين؟ ها؟ تلفوني وين؟ افتح هاي بتجيب لي ها؟ شغل اغاني بسيارة